فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة أن تخرج إلى حج الفريضة إذا كان زوجها يسوف في ذلك دائما؟ هل لها أن تخرج من غير إذنه؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، مسيرة 3 أيام، أن تسافر مطلقا إلا ومعها ذو محرم للحج ولغيره، ما تخرج بدون محرم. والمرأة إذا لم تجد المحرم تنتظر، فإذا أيست من وجود المحرم توكل من يحج عنها حجة الإسلام، لا بد من المحرم. نعم.